مشاهدينا من الكرام بحلقة جديدة من برنامج رواد الأعمال. مثل ما عودناكم دائماً ببرنامجنا مشاهدينا عم نستضيف رجل أعمال أو سيدة أعمال مميزة عم بيكون إلهم أعمالهم واستثماراتهم بقلب أرض الإمارات العربية المتحدة. مشاهدينا رحبوا معنا بالأستاذة نيفين أبو الهوى والأستاذ أيضاً كنعان البيطار وهما صاحبي لابيلا بيبي إسبا. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيكم. بداية استاذ نعرف المشاهدين بحضرتك وبالشركة. اسمي نيفين ابو الهوى وزوجي كنعان البيطار واحنا الاونرز اوف لابيلا بيبي سبا. لابيلا بيبي سبا از اتس ا بيبي سبا للبيبيز من عمر شهر لسنه ونص. اتس ا ميديكال فاسيليتي اكثر انها طبيه بتساعد البيبيز على النمو الصحيح على الحركه. بالحقيقة احنا البيبي سبا كبزنس بدأ معانا كانت فكرة اجت من نيفين من اصدقائها ومن السوشيال ميديا. اجت opportunity انه في شخص كان طالع بالفكرة بيبي سبا ومش قادر تكمل بالشغل وبدها تسافر وبدها تبيع، فكان يدوب سنة شغال البزنس. فنيفين عرضته علي كبزنس. انا كنت لسه متقاعد من شركه صار لي 35 سنه بالخليج واخر 10 12 سنه بدوله الامارات طبعا انا والفاميلي. فبعد التقاعد يعني كنت بدور على opportunities او فرص استثماريه او فرص شغل بعيدة عن المجال اللي كنت فيه، كنت بمجال الاستشارات والتكنولوجيا. فطبعا نيفين اجت بهالفكرة وانا لقيتها فكرة جديدة، فكرة موجودة مش موجودة لسه، يعني ممكن موجودة باوروبا بس ما كانتش موجودة بالشرق الاوسط خاصة بدبي. فحبينا احنا فكرة البيبي سبا وشجعتني عليها نيفين. طبعا كوني انا كنت بالبزنس لازم الدراسه ولازم نعمل البلان ومن هناك بدات. استاذ نيفين كم لكم سنه فاتحين المركز؟ فتحنا بشهر 2 يعني كان الافتتاح الرسمي ب 16/3 هاي 2022 وهينا قربنا نصير سنه يعني كمان شهرين بصير سنه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب هيك بالسنين طوال ان شاء الله. نحكي عن الخدمات استاذ. شو الخدمات اللي بتقدموها ضمن مركز لابيلا بيبي سبا؟ اوكي احنا بنقدم ثيرابيوتيك مساج وهايدروثيرابي. الهايدروثيرابي هو عباره عن الباث توب مع جاكوزي بقعد فيه البيبي تقريبا 10 دقائق لربع ساعة. develops الموفمنتس بيحرك حاله. علاج مائي هو. علاج مائي يعني بيساعد الطفل خاصة الصغير يعني على الحركة على العضلات على تدفق الدم circulation بيساعد فيها. وزي ما حكت نيفين الثيرابيوتيك مساج كمان بكون شوي مور يعني ريلاكسينج للأطفال. هلا نيفين كأم وكجدة عندها بعض الخبرات مثلا ايش بيساعد الثيرابيوتيك مساج للأطفال اللي عندهم؟ تفضل. الثيرابيوتيك مساج بيساعد الأطفال اللي عندهم مشاكل مثلا بالهضم. في أطفال بنقول عنهم كوليك اللي هو كوليك دائما بيضلوا يبكي الطفل. بيكون دائما عنده مغص ومتضايق ويعني دائما بيعذب الأهل هيك. فالثيرابيوتيك مساج بيركز على مناطق معينة بالجسم بتريح البيبي بتريح الطفل وبتخليه ينام بسهولة وتقريبا بده 3-4 جلسات مثلا على أساس إنه تريحه تروح منه المغص والدايجستين في كمان اشياء ثانيه كمان في احنا مثلا بنعمل مور للاطفال اللي عندهم ديس اوردرز
يعني مثلا خلق مبكر الطفل، او خلق مثلا بالولادة صار عنده خلع او اشي، او في بيكون some disorders معينة للطفل وبيحتاج علاج مساج، يعني بدون الهيدروثيرابي بس مساج. هاي بنعملها لانه عندنا مختصين احنا، بس هاي بتكون ريفيرال من دكتور، من طبيب يعني. نعم. احنا معظم خدماتنا هي اختياريه، ممكن الواحد يجي ياخذها، بس في سيرتن ديسوردرز تتطلب انه طبيب يعطينا اياها. نحكي كمان عن المميزات اللي هون بشركتهم، كيف بدكم تتميزوا او شو اللي عاملين خطه هيك لتتميزوا فيها طبعا في ظل المنافسه الشديده بالدوله الاماراتيه المتحده؟ احنا التميز الاساسي انه احنا مرخصين كلينيكال سبورت من دبي هيلث كير اوثوريتي. احنا موقعنا بدبي هيلث كير سيتي، فاحنا مرخصين من دبي هيلث كير سيتي، فنعتبر كميديكال فاسيليتي. تميزنا عن السيميلر خلينا نقول او المشابهين لنا، في مثلا ممكن يفتحوا بالمولات بيعملوا زي هيدروثيرابي، بس هاي زيها زي اي مكان للاطفال والالعاب يعني. نعم. للعب يعني. احنا هون عندنا ميديكال ستاف، عندنا بيدياتريك نيرسز سيرتيفايد، عندنا سيرتيفايد ولايسنس فيزيوثيرابيست. فاحنا من موقع مور اوف ميديكال فاسيليتي از اوبوز تو يكون له الملاعب يعني بالمولات يعني. فهذا الاشي الاساسي اللي بميزنا. طبعا الاشياء تاني بتميزنا انه زي ما تفضلتوا راح تشوفوا الموقع هون، انه بنعمل الانتمسي والبرايفسي والخصوصية للام والاب. فكتير بيجينا ام واب بيشاركوا وبنبسطوا مع اطفالهم بالموجودين. يعني عندنا احد الخدمات انه احنا بنعمل بنساعد الام، خاصه الام الجديده ومع اول طفل. مرات بكونوا الام بتكون هاي بتمسك الطفل او بتخاف كيفيه التعامل بنعملها وبنساعدها وبنفرجيها كيف تعمل مساج، وبتساعد هي بالمساج بهذيك الجلسه قبل ما تروح، وبنبعث لها written instructions تعليمات كيف تمسك الايد، كيف تمسك الاجر، البطن ليصير عنده غازات او كذا. جميل جدا هذا الشيء. استاذه نيفين، نحكي عن الاوفرز اللي بيقدموا مركز زبيلاغي بسبا. اوكي، عندنا احنا جيفت كارد ممكن الوحده تشتريها اونلاين، تقدم هديه لاي صاحبه مثلا لطفل مولود، بيكون جيفت كارد، بتختار هي السيشن اللي بدها اياها، اذا سيشن عادية أو ثيرابيوتيك أو سبيشال بوند، يعني بتقدر تختار اللي بدها إياه. وفي عنا كمان أوفرز مننزل كل شهر أو على حسب المناسبة. عملنا قبل فترة أوفر على العيد الوطني، عيد الإمارات الوطني، وفي عنا على السوشيال ميديا يعني راقبونا على الإنستغرام وعلى الفيسبوك، أي أوفر بيطلع ممكن الوحدة إنها تاخده مثلا مع كود معين للخصم. وفي ممكن باكيجز اذا الوحده بتحب تاخذ تشتري 3 او 4 او مور ذان 2 سيشنز، مثلا اكثر من 2 جلستين او 3، في عندنا بيطلع كمان عليها خصم اكثر، يعني اذا اخذت جلسات اكثر بيكون عليهم خصم اكثر. وفي عندنا هلا لسه عملنا بنتعاون معهم، لسه بنشتغل معهم مع في كرت مثلا زي سعاده، هذا موجود بدبي للمنتسبين الحكومة دبي. لسه ما اشتغلناش معهم، بس بنتعاون معهم انه نصير نعطي خصومات للمنتسبين للحكومة دبي، يعني اي حدا بيجي باخد خصم معين. ونفس الاشي عملنا بنتعاون مع اظن سيدات الاعمال في الشارقة، كمان نقدم لهم زي خصومات للاعضاء اللي عندهم يعني. بما يخص الانجازات اللي استاذ كان عم الانجازات الحمد لله، يعني احنا ما صرناش كثير بالاعمال، بس الحمد لله عندنا انجازات في اشياء
راح نوصلها قريبا، تعدينا راح نتعدى 1000 طفل وصل عنا قريبا إن شاء الله، وحنحتفل بنمبر 1000. بس آخر إنجاز يعني الحمد لله، كمان أخذنا جائزة من مجلة مرموقة بالإمارات تهتم بالأم، خاصة الأم العاملة، الأم المهنية، وندر مام. فكان عندهم جوائز على عدة شغلات بالنسبة للأمهات وبالنسبة للأعمال اللي تهتم بالأم أو بالطفل. فإحنا تقدمنا على فئة أحسن أو Best Spa of the Year، والحمد لله نلنا الجائزة كBest Spa of the Year، طبعا سبا للبيبيز، بنوفمبر 20 الماضي، وكرمونا طبعا باحتفال يعني. فكان هاي احد الانجازات واحد زي ما بيقولوا الريكوجنيشن لانجازاتنا. الحمد لله الحمد لله ومبارك يعني. الله يبارك فيكم. شكرا. خطط المستقبلية حاطين شيء ببالكم بعد ان شاء الله لبيلا بيبي كمان يكون في مراكز ثانية؟ إن شاء الله يعني، إن شاء الله يعني عم نحاول بدول الخليج مثلا، أولها نبدأ بدول الخليج نفتح مراكز ثانية يعني. ممكن هون يعني كمان إحنا أجانا في عروض إنه نفتح ب، لأنه بيجي من الخليج أطفال عنا، طبعا بيجي من كل أنحاء العالم خاصة السواح. دبي مدينة بيجيها كتير ناس سياحة أجانب وعرب، فبيجينا كتير من أوروبا كسواح بيجوا على المرافق. طبعا أجانا عروض بقطر، عمان، السعودية. ففي أشياء يعني لازم نحكي فيها، بس إحنا الأولوية عندنا للإمارات. نعم. طبعا دبي، طبعا أجانا كتير طلب إنه نروح على أبو ظبي. نعم. إن شاء الله مستقبلا يعني، لأنه هاي بما إنه إحنا مرخصين من وزارة الصحة هنا، فطبعا إذا بدنا نكون مرخصين وزارة الصحة بأبو ظبي بدها شغل شوي يعني. فعندنا بعض البلانز على هاي الأساس. في other plans عندنا تخص انه كيف نتفاعل هون كمان مع الهيلث كير كوميونيتي من ناحيه التريننج لبعض الاشخاص حتى يتعاملوا مع اطفال بهذا السن، او نعمل معلومات يعني. في كثير ناس بيعرفوش ايش الهيدروثيرابي وايش فوائده وايش بيعمل، او المساج للاطفال بهذا السن، فكروا مساج يعني لعب هيك. بس في كتير احنا من الاهل لما الطفل يكون عندهم بيعاني على عدة اسابيع بكاء بالليل، ويعملوا المساج عدة جلسات ويطيب الطفل بيشوفوا الفرق. فبهمنا انه كمان احنا نعمل education للناس على هاي الشغلات يعني. ان شاء الله يا رب تحققوها. ان شاء الله. شكي عن ليش اختياركم للإمارات العربية المتحدة اليوم، بالمقابل انتو حكيتوا انه في عنا كذا دولة عارضة علينا ومصممين، فأسباب نحكي ليش؟ هل هي نعمة الأمن والأمان، تسهيلات، فتفضل. احنا اول يعني اجينا على دبي قبل 12 سنة، اولادنا كانوا لسه صغار بالمدرسة وبالجامعة، وقلنا 12-13 سنة راح يصير في دبي، وزي ما قال كنعان انه هي ريتاير اتقاعد قبل 3 سنين، واحنا بنعتبر انه الامارات العربية هي وطننا الثاني يعني. طبعا احنا مستفيدين من خيراتها، والشكر ل شيخنا محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد. شوفي احنا كفاميلي يعني عشنا في بكندا، وعشنا بامريكا، وعشنا سنوات طويله بالسعوديه، وعشنا سنوات بالبحرين والامارات. الامارات اخر محل بيجينا عشنا فيه، وحقيقه انبسطنا كثير بالامارات.
من عدة أشياء. الأمن والأمان طبعاً موجود، ها يعني أنا ما عندي مشكلة، وكثير من المرات بنتي بتطلع بتركض أو بتمشي مش مسكر الباب، ما عندنا مشكلة بالموضوع. فمن من هذا المنطلق. الشيء الثاني إنه الحمد لله إنه كل الخدمات موجودة بأطراف الأصابع، يعني الناس بتحسدنا كثير الخارج الإمارات لسهولة الأمور، يعني إنه الواحد بيقدر يعمل الأشياء بسهولة ستريت فورورد، ما في حتى المعاملات الحكومية وخاصة المعاملات الحكومية. يعني أنا لما عملت أسست الشركة يعني ونقلت الهاي من ال كان الأونر السابق، يعني أجت من ألمانيا يوم أنا وياه خلال يوم خلصنا كل المعاملة ونقلت الملكية لإلي، فبعطيك سهولة. فطبعا هذا مهم لأي مستثمر من الخارج أو من الداخل أو لأي رائد أعمال بده يفتح عمل هون، إنه يعرف بده إنه أماني بيقدر يفتح بسرعة وبسهولة. يعني البزنس خلال الأسبوع بيقدر يكون up and running. مهمة هاي. نحكي عن السادة المشاهدين اليوم، إذا بدهم يعرفوا مركز لابيلا بيبي سبا كيف بيقدروا يعرفوا وين المركز؟ نعطي معلومات. إحنا موقعنا بدبي هيلث كير سيتي، مدينة دبي الطبية، خلف مول الوافي، في عمارة 25 بالطابق الأول. طبعا الناس بيقدروا يشوفونا على جوجل، بيقدروا يشوفونا على انستغرام وفيسبوك، وعندنا الويب سايت لابيلا بيبي سبا على كل الأسامي يعني، وفي موجود عليه المعلومات عن خدماتنا وأوقاتنا وأسعارنا والأدرس تبعنا. طبعا نيفين هي المتولية السوشيال ميديا بالنسبة لها. أكيد بدي أشكركم كل الشكر الأستاذ نيفين أبو الهوى والأستاذ كنعان البيطار، طبعا صاحبين مركز لابيلا بيبي إسبا، وأكيد كل التوفيق لكم. الله يبارك. شكرا لكم. شكرا. أما هلأ مشاهدينا هيك بنكون وصلنا نحن وإياكم لختام حلقتنا من برنامج وادي الأعمال، نتقابل كل جمعة وسبت، إلى اللقاء.